بعدما انتهى جنابك الكريم ليت المطالب بالتمني. نعم. حقيقة الأمنيات، الكثير من يتحدث عن أمنيات وكثير من رفع سقف يعني المطالب، لكن حقيقة هذه فقط يعني ممكن فقط شعارات لم تطبق لغاية الآن من ورقة المنهاج الوزاري أو الاتفاق ورقة الاتفاق الحكومية التي ضمنت كجزء من المنهاج الوزاري لغاية الآن لم يطبق منها أي شيء. إذا ما تحدثنا عن إرسال مستحقات الإقليم 400 مليار دينار عراقي، فهي مستحقات، نتحدث عن مستحقات. أما إذا كانت مخالفات قرار المحكمة الاتحادية كتلة فهذه شأن الحكومة، ولكن كان هناك اتفاق ما بين الكتل السياسية المنضوية تحت مظلة إدارة الدولة، وهذا الاتفاق ملزم لجميع الأطراف بتطبيقه ضمن سقف زمني. دعني أتحدث أستاذ عدي عن السقف الزمني إذا ما تحدثنا عن المطالب السنية أو المطالب الكردية ضمن ورقة المنهاج الوزاري. نتحدث عن إرجاع نازحي جرف الصخر خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر، واليوم دخلنا في الفترة في النصف الثاني من الفترة المقررة وإلى غاية الآن لم نلمس شيء من هذا الموضوع. إذا ما تحدثنا عن إلغاء التصريح الأمني الخاص بالمناطق النازحين أو المناطق المحررة، المحافظات التي اغتصبها داعش الإرهابي، حقيقة كان هناك ممكن جهات لم تلتزم بقرار القائد العام للقوات المسلحة. إذا ما تحدثنا عن تعويض المتضررين وفق قانون 20، إن هذا التعويض لم ينسجم مع حجم الضرر الذي تعرضت له تلك المحافظات، هناك استياء وسخط شعبي جماهيري من قبل تلك المحافظات نتيجة عدم تعويضهم من قبل الحكومة. إذا ما تحدثنا عن قانون المساءلة والعدالة، يعني إن صح التعبير الجائر الذي يتعامل بصورة انتقائية انتقامية طبقا ل هوية وانتماء الشخص لمكون دون آخر، حقيقة هذا الموضوع مخالف ومنافي للمادة 14 من